السلام عليكم. السفن التابعة للبحرية البريطانية بدأت بزيادة زخم تحركاتها باتجاه لبنان. الأمر أصبح واضحا مما نشر في 24 ساعة الماضية من قبل UK Forces Tracker هنا كما تلاحظون، والذي أكد ببساطة بأن هذه السفن البريطانية التي بدأت بهذه التحركات، واحدة منها هي RFA Mount Bay التي ترونها هنا، وهي من سفن الدعم اللوجستي للبحرية البريطانية، والتي تقوم بنقل الجنود البريطانيين ومعداتهم العسكرية إلى أي منطقة تريد بريطانيا من خلالها، بنشر جنودهم في أي منطقة تحت أي أجواء جوية من الممكن أن تكون صعبة في عمليات الانتشار. بالتالي هذه تعتبر من سفن النقل الخاصة للغاية للقوات البريطانية، بالإضافة أيضا إلى سفينة MV Eddystone البريطانية، وكذلك استعداد للانتشار لهذه المدمرة البريطانية ألا وهي HMS Midway. الغير واضح تماما أين ستنتشر، ولكنها تستعد للانتشار بحسب البيانات التي نشرت من قبل UK Forces Tracker. بشكل أوضح هذه الخارطة التي أوضحت كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، ماونت باي في 48 ساعة الماضية كانت متواجدة هنا بالقرب من مضيق جبل طارق، وأكد هذا المصدر بأنها ستعبر مضيق جبل طارق وهي متجهة بسرعة لهذه المنطقة، بالإضافة إلى أن MV Eddystone للشحن أيضا موجودة في هذه المنطقة في البحر المتوسط، دخلت للبحر المتوسط وهي في مضيق جبل طارق. والمصدر أكد بأن هذه السفن وهاتين السفينتين ستتجهان مباشرة إلى شرق البحر المتوسط لتنضم إلى المدمرة البريطانية HMS Duncan، بالإضافة إلى سفينة شحن أخرى بريطانية متواجدة باتجاه لبنان، وكذلك هي متواجدة هنا باتجاه قبرص. ومتوقع هنا من ميدوي المدمرة البريطانية التي تحدثنا عنها الموجودة في هذه المنطقة بحسب التسجيلات الخاصة لهذه المدمرة، يبدو بأنها قد ترافق RFA Mount Bay. لا تأكيد حول هذه المسألة، ولكن مسألة انتشارها ومرافقتها لهذه السفن ستكون منطقية للغاية مع الظروف المتوترة والمستمرة خلال الساعات القادمة، مما ممكن أن يتطور بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وهذا التطور يأتي بعد أسبوعين ونصف تقريبا من انتشار كبير أيضا لمجموعة حربية قتالية بحرية للولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هنا باتجاه اليونان وباتجاه تحديدا جزيرة كريت لسفينة USS Wasp التي ترونها هنا، والتي تحمل على متنها كما أكدت الأوساط الأمريكية 2500 من المشاة البحرية الأمريكية المارينز، بالإضافة إلى فرقاطات أخرى ترافقها. وأوضح MT أندرسون اليوم بأن هذه السفن الأمريكية بعدما كانت موجودة هنا وتحديدا USS Wasp مع USS نيويورك، يبدو بأنها قد تحركت بهذا الاتجاه كما نلاحظ، وبالتالي واضح جدا أن هذه السفن وهذه المجموعة الحربية الأمريكية أيضا بدأت تتحرك أيضا باتجاه قبرص مع كل ما يجري في هذه المنطقة. وترى بأن عملية التشويش أيضا بدأت تتغير فيما يأتي في البحر المتوسط أو شرق البحر المتوسط، هنا ترى بتاريخ 26 تحديدا من مايو كما تلاحظ، من يوليو عفوا، أي هو هذا الشهر تحديدا. وستلاحظ أنت من ناحية التشويش بأنه قد تغير تماما، هنا ترى بأنه باللون الأخضر واللون الأصفر هي مديات نوعا ما، هنالك تشويش ولكنه ليس بالدرجة العالية، أعلى درجة للتشويش هي باللون الأحمر. وستلاحظ أيضا أن عملية التشويش هنا باللون الأخضر ما بين سوريا وما بين لبنان باتجاه حمص أيضا قد تغيرت بشكل كبير في اليومين الماضيين. لاحظ في 26 من يوليو ولاحظ في 27 من يوليو كيف تغيرت، أصبحت كلها باللون الأحمر، وهذا يوضح أن هنالك أيضا غطاء مهم للغاية بدأ يتشكل في عمليات التشويش لحماية السفن قدر الإمكان الأمريكية أو حتى البريطانية المتجهة بهذا الاتجاه والمنتشرة بشكل كبير. وهذه لا تأتي فقط كما هو واضح لدعم إسرائيل مع رغبتها بعملية الهجوم على حزب الله اللبناني وكيفية هذا الأمر وكيف من الممكن أن يتطور بين الطرفين وإلى أي مدى ممكن أن يتطور، ولكن هو أيضا يأتي من أجل إنقاذ الرعاياهم، طبعا رعاياهم البريطانيين وكذلك الأمريكيين من موظفي السفارة وغيرهم، بأن هذه السفن وخاصة نرى بأننا أمام سفن شحن مثل RFA Mount Bay وغيرها، وإن كانت للجنود
الجنود العسكريين، ولكن أيضا هذه ممكن أن تلعب أدوارا لإخلاء المدنيين تماما في حالة بدأت إسرائيل بعملية التقدم البري واشتعلت المنطقة بالمعارك والضربات، خاصة وأن إسرائيل تضع الكثير من الاتهامات على حزب الله وتحركاته وتخزينه للأسلحة في العاصمة اللبنانية بيروت. وهذا يوضح لنا كل هذه التحركات بأن الأمور فعلا خطيرة للغاية، وهنالك حسابات كبيرة لما ممكن أن يحدث، وواضح اليوم من خلال الإعلانات الكبيرة للخطوط الجوية الدولية مثل لوفت هانزا أو يورو وينجز أو حتى الملكية الأردنية أو حتى إير فرانس، كلها أوقفت رحلاتها إلى لبنان على الأقل اليومين القادمين، بسبب أن الساعات القادمة هذه الليلة وليلة يوم غد هي ستكون خطيرة للغاية، لأن إسرائيل تريد الانتقام لما جرى في مجدل شمس، وتتهم حزب الله اللبناني بأنه هو الذي كان خلف ما جرى، حتى نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان وعدم السفر إلى لبنان، ألمانيا نفس الأمر، والعديد من الدول الأوروبية مثل النرويج وغيرها يوم أمس، حتى بلجيكا كانوا قد طلبوا من رعاياهم مغادرة لبنان بسرعة، لأن الوضع أصبح خطيرا وخطيرا للغاية. وكذلك ظهرت ليلة يوم أمس القبة الحديدية وصواريخها وهي تتحرك في تعزيزات كبيرة من قبل إسرائيل إلى شمال إسرائيل، في استعداد أيضا لردة الفعل القادمة من حزب الله اللبناني، مما يوضح أن ما تحضر له إسرائيل كبير للغاية. واليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر في مرتفعات الجولان تحديدا في بلدة مجدل شمس، أينما قتل الأطفال 12 طفلا والجرحى من 30 طفلا آخرين، وكان قد قال بأن ردنا آت وسيكون قويا، وإسرائيل لن تسمح للضربة أن تمر، بل إن إسرائيل بدأت تعرض حقائق عن طبيعة الصاروخ الذي استخدم، حيث إنها قالت فلق واحد الإيراني هو الذي استخدم، ونشروا شظايا هذا الصاروخ من نفس الموقع الذي تم فيه استخدام هذا الصاروخ على ملعب كرة القدم في مجدل شمس، وهذه بعض من الشظايا التي تتطابق كما أوضحت إسرائيل مع صاروخ فلق واحد الذي لا يمتلكه ولا تمتلكه إلا ولا يمتلكه إلا حزب الله اللبناني، مقارنة بأي من الفصائل الموجودة إن كانت في سوريا أو العراق أو غيرها. وتلاحظ هنا المزيد من الأدلة عن الشظايا القادمة من نفس الملعب، وبالتالي هنا إسرائيل تضع اتهاما واضحا وأدلة ملموسة بأن حزب الله هو الذي قام بما قام به. وحتى إذا ما أخذنا بتفسير حزب الله بأنه من الممكن كما قالوا حزب الله هو الصحيح على سبيل المثال، لأن حزب الله قال بأن صاروخا اعتراضيا من القبة الحديدية هو الذي سقط على الملعب وهو الذي أدى إلى ما أدى إليه، المشكلة في هذه القصة أن الصواريخ الدفاع جو أو الأرض جو أو الجو جو من الصواريخ الدفاعية ضد الصواريخ الهجومية هي تتمتع بآليتين، الآلية الأولى هي التدمير الذاتي وكذلك تايم أوف فلايت، بمعنى آخر أن الصاروخ في حالة الاعتراضي لم يتمكن من صد الصاروخ الهجومي فإن هنالك وقت معين وسينفجر هذا الصاروخ في الجو كي لا يسقط على المدينة التي يدافع عنها تحديدا، وهذه أنظمة معروفة في الأنظمة الدفاعية. ونلاحظ هنا من خلال سقوط هذا الصاروخ ستلاحظ بأنه سقط ككتلة واحدة انفجار كبير قد جرى في هذه النقطة وفي الملعب، وبالتالي أنت أمام صاروخ ليس اعتراضي بل صاروخ واضح بأنه سقط سقطة واحدة وحقق كل هذا الانفجار. وبالتالي التفسير لحزب الله اللبناني على المستوى الفني وجده الكثير من الخبراء بأنه ضعيف مقارنة بما تتحدث عنه إسرائيل تحديدا، وهنا السؤال الكبير ما الذي ستفعله إسرائيل، خاصة وأن حزب الله اللبناني انسحب من أغلب مواقعه القتالية، أصبح أغلب القادة لحزب الله اللبناني حتى من هم متواجدين في البقاع وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها أصبحوا تحت الأنفاق، انسحبوا من المواقع الخاصة بهم أو معسكراتهم، قطعوا جميع الاتصالات، وليس واضحا ما الذي ممكن أن تحققه هنا إسرائيل من خلال هذا الاستهداف، خاصة أيضا أن لبنان قد طلبت من إسرائيل ومن الولايات المتحدة وغيرهم أن لا يكون هنالك استهدافا لبيروت إن كان لمطار رفيق الحريري أو مرفأ بيروت أو حتى الضاحية الجنوبية، لأن هذا أمر سيكون مؤذيا للحكومة اللبنانية. وحتى إذا فكرت إسرائيل القيام بسيناريو الحديدة
كما فعلت في الانتقام الذي وجهت من خلاله استهدافا للمنشآت النفطية الموجودة في الحديدة، فإن هذه المسألة قد تكون خطيرة وصعبة للغاية على الحكومة اللبنانية، لأن إسرائيل في هذه المعادلة تتعامل مع قضية مختلفة تماما. هي تريد أضعاف حزب الله اللبناني قدر الإمكان من أجل تقوية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني شيئا فشيئا مع الوقت، من أجل أن تزداد قوة جميع هذه الأطراف، وأن تكون هنالك وأن يكون هنالك شيء أو شكل أمني جديد للمنطقة بما يخدم إسرائيل تحديدا. الواضح بأننا سنكون أمام ضربات جوية كبيرة، وهذه هي مسألة متوقعة في استهداف حزب الله اللبناني، ولكن أيضا من الممكن جدا أن تكون هذه نقطة أو مرحلة أولى بضربات كبيرة للغاية على حزب الله، لتفتح الباب لإسرائيل للتقدم برا من أجل دفع حزب الله على الأقل على مسافة 5 كيلومترات، لأن هنالك مشكلة مع المدنيين الإسرائيليين. نتحدث هنا عن المدنيين في مرتفعات الجولان، الجليل الأعلى، أو حتى هذه المناطق الشمالية من إسرائيل، لم يعودوا قادرين على العودة إلى منازلهم، وأصبحوا في مرحلة خوف كبيرة بعد كل ما جرى من استهدافات حزب الله. وحتى إن كان هنالك إيقاف لإطلاق النار، فمن الممكن لحزب الله أن يقوم بأي عملية اختطاف أو أي عملية ضدهم. بالتالي هذه مسألة لا تصب بمصلحة إسرائيل، وهؤلاء من الممكن أن يسافروا إلى أوروبا في نهاية المطاف، وبالتالي إسرائيل قد لا تكون أمامها الكثير من الخيارات إلا للإعداد للتقدم تجاه حزب الله اللبناني، ليس مباشرة ولكن بعد ضربات كبيرة جوية. من الممكن أن تبدأ هذه الليلة تحديدا، وإذا ما نظرنا إلى طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية اليوم على سبيل المثال، كانت هنالك ضربات لقادة ميدانيين من قوات النخبة الخاصة بحزب الله اللبناني. صباح هذا اليوم تلاحظ بأن قناة CNN وكذلك تايمز أوف إسرائيل وعدد من الأوساط الأخرى هي التي أكدت ما جرى من استهداف كبير كان قد طال هذه المنطقة باتجاه ميسة جبل، بين ميسة جبل وبلدة شقرة في جنوب لبنان. ضربة واضح أنها اشتعلت من خلالها النيران، اتضح بأنها استهداف لهذه السيارة التي نراها هنا، وكان هنالك استهداف آخر لدراجة نارية أدت إلى مقتل شخصين وجرح 3 أشخاص، بينهم طفل كان متواجدا في المنزل بالقرب من السيارة، لذلك تعرض إلى الإصابات. ولكن بعد ذلك جاء حزب الله اللبناني ليؤكد مقتل عنصرين من عناصره. ومراسل يدعوت أحرنوت العبرية كان قد تحدث المراسل العسكري بأنهم من قوات الرضوان، أي قوات النخبة في حزب الله اللبناني، وقد يكون واحدة من الأدلة على أنهم فعلا من قوات الرضوان وردة الفعل من حزب الله اللبناني التي قام من خلالها وبعدها تقريبا بنصف ساعة بهجمات، ونفذ هجمات مباشرة على الجليل الأعلى، على كريات شمونة والمناطق التي تأتي حول كريات شمونة إلى جنوبها. كانت هنالك حرائق قد اشتعلت جراء هذه الضربات من حزب الله اللبناني، وكانت هنالك أضرار ليست بالقليلة أبدا باتجاه النقاط التي قام باستهدافها حزب الله اللبناني. وهذا الاستهداف تلاه أيضا بعده استهداف من قبل إسرائيل أيضا بالطائرات المسيرة كما فعلت في المنطقة بين ميسة جبل وكذلك بلدة شقرة، وجاءت باتجاه بلدة كونين كما نلاحظ هنا. وبعض الأنباء الأولية تحدثت بأن هنالك 3 جرحى، قد يكون أحدهم قد قتل، ولكن واضح إسرائيل من هذه الاستهدافات تستهدف عناصر ميدانية مهمة لقوات النخبة وحزب الله اللبناني، في رغبة لإضعاف حزب الله قدر الإمكان للتقدم في نهاية المطاف كما تهدف إسرائيل. والمثير بهذه المسألة أن هذه الاستهدافات التي تحدثنا عنها الآن هي تأتي بعد 3 أيام من استهداف إسرائيل ل4 عناصر من قوات الرضوان في كفر كلا، والتي أدت في نهاية المطاف إلى حزب الله لكي يرد بضربات صاروخية على مرتفعات الجولان، وضربت مجدل شمس، وها نحن أمام رغبة إسرائيلية كبيرة في الانتقام في نهاية المطاف. لكن مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية نظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، ووجد بأن هنالك حسابات سياسية إقليمية كبيرة، من ضمنها الضغوط الأمريكية وعدم رغبة الولايات المتحدة بتوسيع الحرب الإقليمية. وذكر مركز الروابط اليوم الآتي في توقع مثير للغاية حول ما سنراه في نهاية المطاف من بدء هذه الاستهدافات، وقال المركز الآتي: ضرب الأهداف الحيوية، أي أن إسرائيل ستقوم بضرب الأهداف الحيوية، استهداف القيادات العسكرية عبر الضربات الجوية والصواريخ الموجهة دون الشروع بحرب برية شاملة ستكون محددة وعبر معايير منظورة تتوافق مع المعطيات السياسية التي تسعى إلى عدم توسع
دائرة المواجهة. بالتالي مركز الروابط يرى أن الأمور ستكون محدودة بالنسبة لإسرائيل، وبعض الخبراء يرون أن الأمور ستكون بداية للتقدم الإسرائيلي. بالتالي هنالك حسابات معقدة للغاية، والجميع يترقب كيف ستتطور هذه الأمور في الساعات القادمة.